أعلنت المستشارة الألمانية أنجلا ميركل عن أن بلادها تدرس اقتراحات حول إصلاح نظاميها المصرفي والمالي، وتشمل الاقتراحات فرض رسوم على البنوك تحدد تبعا لحجم المخاطر في نشاط البنك ومستوى اندماجه في النظام المصرفي. وأشارت ميركل إلى أن الاقتراحات الجديدة تنطوي على إمكانية تصفية البنوك بشكل منظم دون أن يكون لذلك سلسلة آثار على الأسواق المالية.